10 يناير 2012، يوم جديد وأحداث مختلفة. طبعا من أهم ما يميز الأيام اللي فاتت أنه طبعا محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، وطبعا الجولة الثانية في المرحلة الثالثة في الانتخابات أو الإعادة يعني في الانتخابات. معايا النهاردة فقرة الصحافة الأستاذة أمينة خير، الصحفية في جريدة الحياة اللندنية. صباح الخير يا فندم، صباح الخير، ازيك يا اشرف؟ عاملة إيه في الشتاء ده؟ والله كويس، انا بحب الشتاء، الدنيا يعني ساقعة بيدينا شويتين فرصة اليومين دول، نتنفس هواء، يعني اتمنى يكون هواء نقي. نقي. اتمنى يكون نقي، إن بس شاء مش الله اكيد، نقي، مفيش حاجة مؤكدة اليومين دول. إن شاء الله نقي. ليه بتلمحي على إيه لا يعني؟ لا خلاص، مفيش اي اسقاطات. طيب ماشي. عندنا النهارده 8 أخبار نقيناهم من الجرايد المصرية. من جريدة الأخبار صفحة أولى: اتهام مبارك والعدلي بالخيانة العظمى. من الشروق صفحة أولى: المدعون بالحق المدني يطالبون بتوجيه الشهادة الزور إلى طنطاوي وسليمان. المصري اليوم صفحة أولى: اليوم آخر مراحل الماراثون ومواجهات بين الإخوان والسلفيين. الأهرام صفحة أولى: اليوم جولة الإعادة، إلغاء نتيجة الغول ووقف إعلان نتائج دائرة المنصورة. المصري اليوم صفحة 3: 54 حزبا وحركة تدعو للتظاهر في 25 يناير المطالبة بنقل السلطة. الأهرام صفحة أولى: دعوة كل القوى السياسية لاجتماع تحضيري لإحياء ذكرى 25 يناير. الشروق صفحة أولى: رؤساء الدولة والبرلمان والحكومة على أجندة الإخوان. المصري اليوم صفحة أولى: الحكومة تقرر تسوية القضايا ضد المستثمرين العرب و500 مليون جنيه دعم شراء القطن. أستاذتي العزيزة، عندنا أول خبرين اللي هم طبعا حوالين محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، وهو من الأخبار والشروق. الأخبار صفحة أولى: اتهام مبارك والعدلي بالخيانة العظمى. والشروق صفحة أولى: المدعون بالحق المدني يطالبون بتوجيه الشهادة الزور إلى طنطاوي وسليمان. تمام. عايزين بس قبل ما نبتدي اقول ان انا زي ما كنا بنتكلم دلوقتي يا اشرف، ان لما الحقيقه بنبص على الاخبار الصفحه الاولى، انا عن نفسي بالنسبه لجريده الاهرام وبعض الصحف القوميه او اغلبيه الصحف القوميه، ببص على العنوان واقول سبحان مغير الاحوال، وببص على الصوره واقول سبحان المعز المذل فعلا، ومن غير شماته طبعا ولا حاجه. طبعا اخبار محاكمه رئيس السابق مبارك ونجليه وحبيب العدلي وسته من مساعديه وحسين سالم طبعا هي المتصدره الاخبار هذه الايام، لان طبعا بحكم ان احنا بنسمع مرافعات ساخنة. المحامين بالمحامي الشهداء والمصابين. طبعا امبارح كان متوقع ان تبقى جلسه ساخنه جدا، وقد كان يعني نقيب المحامين المحامي سامح عاشور طبعا اترفع لمده ساعه، يمكن كان في اسامي طبعا بارزه من المحامين: امير سالم، دكتور خالد ابو بكر، دكتور سمير صبري، كلهم الحقيقه كانت مرافعات يعني قويه جدا. احنا طبعا مع المرافعات القويه، ولكن كمان مع ان يبقى في أدلة حقيقية، علشان مثالي ان احنا الشعب المصري مش حمل دلوقتي ان احنا نلعب على الأوتار الحساسة والعاطفة. احنا يعني المفروض ان دي محاكمة، هي زي ما بيقولوا محاكمة القرن، وهي فعلا محاكمة القرن. نعم، مش بس يبقى اهتمامنا منصب على مبارك كان لابس ايه وشكل النضارة ونوعها ونوع التريننج اللي كان لابسه جمال او علاء او، ولكن الحقيقة طبعا أو في ناس الكلام اللي في اتقال، ناس في ناس بتفكر كده؟ لا في ناس كتير بتفكر كده، وفي اعلام كتير بيبقى مهتم بكده، وطبعا دي حاجه يعني احنا خلينا برضو الطبيعه البشريه بتبقى عايز تعرف ما وراء يعني الاحداث. ولكن طبعا امبارح يمكن انا كنت شايفه ان، او يعني كلنا اكيد هنبقى شايفين ان الحاجه القويه جدا اللي اتقالت ان المدعون بالحق المدني طالبوا بتوجيه تهمه الشهاده الزور للمشير حسين طنطاوي، طبعا رئيس مجلس اعلى القوات المسلحه، وللواء عمر سليمان، ومع ضم رئيس سلاح الجمهوري للقضيه. طبعا دي يعني يمكن اول مره تتقال بهذا الشكل يعني الصريح والمباشر. من ضمن برضو الحاجات اللي اتقالت امبارح ان الدكتور سمير صبري المحامي برضو اتهم او يعني قال ان فريد الديب اللي هو محامي الرئيس السابق دفع يعني زي رشوه لعدد من المحامين علشان يندسوا في وسط صفوف المحامين المدعين بالحق المدني، عشان يعني إشاعة الفوضى والبلبلة. ويمكن الفوضى اللي كانت موجودة يعني اجتماع المحامين من 3 4 أيام واتفاقهم ان في حوالي 6 أو 8 محامين هم اللي يمثلوا الجبهة اللي هي تتكون من حوالي اكتر من 100 محامي، اعتقد ان ده يعني نظم الموضوع بشكل كبير جدا. طبعا احنا كلنا عارفين ان في حاجات بتبقى واضحة بالعين المجردة، ولكن علشان ناخدها المحكمة ونحكم على الناس لازم يبقى فيه
ادله وبراهين. نعم. كلام اللي اتقال طبعا امبارح ان في تقارير وفي ادله يعني دامغه تؤكد ان كانت قوات الامن المركزي تم تسليحها باسلحه حيه او ذخيره حيه، بالاضافه لوجود قناصه. طبعا فكره القناصه عدنا نقول لا في قناصه، لا ما فيش قناصه. وطبعا وزير الداخليه السابق منصور اللواء منصور العيسوي قال ان ما فيش حاجه اسمها قناصه في الداخليه. وبعدين بعد كده اعتقد انها كانت جريده الدستور اللي نشرت صفحتين كاملين عن وحدة خاصة بالقناصة في داخل وزارة الداخلية. وحتى هذه اللحظة على فكرة احنا كمواطنين وكإعلاميين ما نعرفش هل في وزارة الداخلية وحدة قناصة ولا لا. برضو ده يصب في المشكلة الرئيسية اللي احنا عايشينها دلوقتي، وهو قلة او يعني في اوقات معينة نكاد تكون ما فيش معلومات تماما. نعم. الغالبية العظمى من الكلام اللي احنا بنتكلمه بيبقى مبني على ان انا سمعت حد بيدي تحليل سياسي او قريت تقرير استراتيجي، وبالتالي ان احنا بنكون معلوماتنا بناء على تحاليل واراء. وانا شايفه ان دي طبعا هي دي الفوضى، يعني اذا كان في تعريف الفوضى فهي دي الفوضى، ولكنها فوضى غير خلاقه، يعني غير بتاعه كونداليزا رايس خالص الحقيقه. امين امينه هو يعني من حق المحامين بالحق المدني ان هم يدافعوا وان هم يتهموا أدلة. ويقدموا ادله اكتر يعني. واكتر ويتهموا ايا كان الجهه اللي هم عايزين يتهموها ويطالبوا باقصى عقوبه. يطالبوا وكلنا بنطالب. الناحيه الثانيه كمان ان هو يدافع صحيح. ويقدم البراهين و و و لكن انا يعني ك ك ك يعني مش عارف، يعني انا نفسي اقول انه طفل صغير ممكن يقول ان انا الثوره من يوم 25 يناير لغايه لما تنحى الرئيس السابق حسني مبارك 18 يوم. ال 18 يوم دول هل القائمين على الدولة على رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك كانش يعرف ان في ناس بتموت؟ لا، هو الحقيقة ان هو لو ما كانش يعرف هي دي مصيبة اكبر، مش دقيقة يعني دقيقتين. هي دي الكارثة الاكبر لو ما كانش يعرف ساعتين. ده الاكبر. ولكن هو يعني برضو احنا دولة كبيرة حوالي 82 مليون شخص، ما اعتقدش حتى يعني سيبك من الرئيس السابق حسني مبارك، ماذا عن يعني كل الحاشية المحيطة بحسني مبارك، وماذا عن وزارة الداخلية؟ يعني زي ما بقول لحضرتك دلوقتي احنا لغاية دلوقتي هل في وحدة قناصة في الداخلية؟ اصل ده مش سر، يعني مش سر من اسرار الدولة، يعني هل في وحدة ولا ما فيش؟ يعني بغض النظر عن احداث يناير هل في وحدة ولا لا؟ ايه اللي حصل؟ السؤال ده لحد دلوقتي ما مين ورا موقعة الجمل؟ احنا لغاية دلوقتي ما نعرفش مين ورا، اتطرحت اسامي ولكن الاسامي ما فيش حد يعني ليه مش في قواضي في المحاكم في حوالين هذا الموضوع انك انت بتثبت كذا؟ ما هو احنا لم نصل لشيء خالص. لكن موقعة الجمل دي كانت من داخلين على سنه بالظبط، يعني في خضم الثوره. حصل حاجه؟ لا ما حصلش. يعني فهي الفكره ان تمويع الحقائق الحقيقه بيصيب الناس غير بالزهق، ان هم فعلا بيفقدوا ايمانهم. طب خلاص بقى، يعني الثوره والناس اللي ماتت دي كلها واستمرار برضو اللي احنا عايشين فيه، يعني احنا عايشين في يعني هذه الاجواء بقالنا كتير جدا. وعلى فكره احداث محمد محمود والشيخ ريحان ومسبير و مرشحه انها تتكرر بين كل حين واخر. لان مفيش حسم، يعني انا مش شايف ان في حسم خالص. والله زي ما انا قلت يا امينه في المقدمه ان احنا يعني انا زي ما سمعت الكلام اللي اتقال من النيابه او المحامين بالحق المدني، مدعين بالحق المدني، والاتهامات، مشتاق جدا بقى اشوف النتيجه. الطرف الثاني هتوصل لا الطرف الثاني النتيجه دي هنعرفها في الاخر يعني. انما انا بتكلم بقى ايه، مستني الطرف الثاني هيدافع يقول ايه. ده انا دول مقدمين حاجات كتيرة جدا واتهامات كتيرة جدا ودلائل كتيرة جدا. ما هو هي نفسي اعرف بقى هم هيقولوا ايه بقى، هي هيردوا يقولوا ايه. الادلة هي يعني كلمة السر. وطبعا احنا مش عايزين برضو نستقل بقدرة المحامي فريد الديب، يعني لان هو طبعا من الاسماء يعني الكبيرة جدا والمبهرة جدا. ما كانش ياخد القضية بالظبط. هنشوف ونسمع الايام اللي جاية. من المصري اليوم صفحة اولى اليوم، اخر مراحل الماراثون ومواجهات بين الاخوان والسلفيين. وتابع برضو لنفس الخبر لجريدة الأهرام صفحة أولى اليوم، جولة الإعادة، إلغاء نتيجة الغول ووقف إعلان نتائج دائرة المنصورة. يعني طبعا النهاردة زي ما انت يعني هو العنوان الحياة بيلخص المحتوى بتاع الخبر تماما. النهاردة طبعا في جولات الإعادة خصوصا دائرة شبرا والساحل. في النهاردة برضو الإعادة بالنسبة لتسع محافظات. طبعا الفردي تقريبا إعادة للجميع، وده كان متوقع طبعا كثرة الأسماء بشكل كبير جدا في كل المحافظات مش في التسع محافظات دي بس. برضو كما هو متوقع في مواجهات برضو ساخنة جدا بين الإخوان والسلفيين. في كتير من الناس بتعتقد أن الإخوان والسلفيين حاجة واحدة، لا هم مش حاجة واحدة، رغم أن هم الاثنين طبعا بيمثلوا اللي أنا بسميه يعني تيار الدين السياسي أو السياسة الدينية بغض النظر. ولكن متوقع أن هو في البرلمان اللي جاي إن شاء الله
ان هيكون الاخوان طبعا هم الغالبيه، وهيكون المعارضه الرئيسيه هي السلفيين. ودي حاجه يعني طبعا زي ما قلت قبل كده ان احنا طبعا بنحترم نتيجه صناديق الانتخاب، وهي دي الديمقراطيه. ولكن طبعا بقى يعني يمكن الكلام ده هيبقى عاطفي شويه، ولكن زي ما بيقولوا ايه، ما كانش العشم يعني ان نهايه الثوره او يعني نتيجه الثوره يبقى هو البرلمان مشكل من قبل تيارات، يعني يمكن التيار الليبرالي والتيارات بقية الأحزاب اللي هي لا ترتكز على أسس دينية، واللي هي يعني تاريخ مصر حافل بيها، تقريبا وجودها ضعيف جدا. والأسوأ من الوجود الضعيف هو ان حتى هذه اللحظه انا مش شايفه ان في اي نوع من انواع ان انت ما بتدخل امتحان ولا يحالفك الحظ زي ما بيقولوا. المفروض ان انت بتبتدي تذاكر علشان تعوض ده في النتيجه الجايه. لكن النهارده مثلا من ضمن الاخبار الحقيقه السيئه اللي انا قريتها ان حزب المصريين الاحرار قرر ان هو يقاطع انتخابات مجلس الشورى، اعتراضا منه على ان كان في مخالفات كثيره وانتهاكات الصمت الانتخابي واثناء انتخابات مجلس الشعب. فهل الحل هي المقاطعه؟ يعني انا دايما اصل الحقيقه حتى ضد سلاح المقاطعه، حتى لو كانت مقاطعه سلع او كده، بحس دايما انها طريقه سلبيه في التعبير عن الغضب او التعبير عن التعرض للظلم. والله يا مينا انا يعني متهيالي انه احنا داخلين على تجربه، مصر داخله على تجربه، معنى اصح تجربه جديده من طبعا نوعها، طبعا في كل شيء، تجربه جديده مش من بس نوعها، مش بس برلمان. كبرلمان او انتخابات، لا، وفي وجود كمان الناس اللي زي ما انت قلتي ان هو العدد الكبير من التيارات الدينيه اللي هي الاتجاه الاسلامي، او فاحنا حاسس ان هو احنا داخلين تجربه جديده كده، طبعا زي ما انا كنت من فتره كده عمال اقول ما حدش فاهم حاجة، وإنه دي ما حدش حقيقة فاهم فعلا، حاجة، دي حقيقة. فنتمنى إن احنا واحدة واحدة كده عم هي التجربة نفهم أكتر هنعيشها أكتر. ونشوفها، وزي ما قلنا الخبر التاني على لازم فكرة، نحترم جولة النتيجة. الإعادة، إلغاء نتيجة الغول ووقف إعلان نتائج دائرة المنصورة، في على فكرة أواضي كتير مرفوعة في بطلان مناطق معينة، صحيح، زي مثلا في جنوب إن سيناء. جنوب سيناء هتتعاد، وإنه في عدد كبير على فكرة ما أيوه، تستقليش بيه، عاملين أواضي وده شيء بانه جيد. في بطلان هنا، لا هنا في حصل ايه، هنا لا يعني انا في شايفه انه تزوير ايه هنا. القضايا دي في حد ذاتها شيء ايجابي. بمعنى ايه؟ يعني انت قبل كده في الانتخابات البرلمانيه اللي كنا بنعيشها كلها، ان انت بتشوف في انتخابات بتحصل وفي تزوير فج بيحصل، وبدون نعم حتى الشعور بالحاجه ان انت تعمله كاموفلاج كده او تخبيه او نعم تعمله تمويه. ولكن يعني قل ما سمعنا عن اعاده او ان في ناس اعترضت وتم يعني الاستماع لهذه الاعتراضات. تمام. ولكن يعني طبعا كان في انتهاكات وكان في خرق للصمت الانتخابي ولكن فكره برضو علشان ما نبقاش باصين بس للجانب المظلم، فكره ان في رد فعل وفي احكام وفي تنفيذ للاحكام وفي اعاده، ده في حد ذاته شيء جيد جدا. بس انا كنت عايزه اقول الحقيقه حاجه سريعه جدا، ان تفضل. يعني الشيخ مظهر شاهين اللي هو امام مسجد عمر مكرم متقدم للتحقيق من قبل وزاره الاوقاف. ليه؟ لان هو يعني يقال ان هو عمل نوع من انواع الدعايه الانتخابيه لاحد مرشحي الرئاسه اللي هو السيد عمرو موسى، وان حسب وزاره الاوقاف ان لا يصح استخدام طبعا المساجد في الدعايه طبعا الدينيه. طبعا ماذا عن الاستخدام يعني الجمعي للمساجد اثناء الانتخابات في مراحلها الاولى والثانيه والثالثه والاعاده لصالح تيارات احنا كلنا عارفينها هي التيارات الدينيه؟ يعني ايه اللي حصل بقى؟ يعني احنا بنقول ان في انتهاكات وفي وفي وفي، فيعني برضو الكيل بمكيالين الحقيقه بيبقى يعني غير مقبول، بيبقى فيه شعور بالظلم، وبيبقى فيه رساله ان انت على فكره لو عايز تعمل اي خرق او لو انتهاك اللي انت بتقوليه ده يعني يعني اوريدي متوثق او اوريدي متصور او اوريدي اليوتيوب متشاف، مليان الحقيقه. يعني احنا دلوقتي عندنا فغالبا قرائن، الموضوع ده فعلا لازم ان احنا يعني صحيح، نراجعه كويس بشكل كويس ويتحقق فيه. ننتقل لموضوع تاني بعد موضوع الانتخابات، من المصري اليوم صفحة 3، 54 حزبا وحركة تدعو للتظاهر في يوم 25 يناير المطالبة بنقل السلطة. يعني احنا لو نفع ان احنا نضم الخبرين على بعض الحقيقه ده واللي وراه، لان هم برضو دول الأهرام يا ستي ولا تزعلي، الأهرام صفحة أولى، دعوة كل القوى السياسية لاجتماع تحضير إحياء ذكرى 25 يناير. يعني برضو نرجع تاني نقول، أنا عن نفسي من وجهة نظر بقى عشان صحفية، فأنا شايفة تناول الأهرام لاحتفال 25 يناير اللي هو مبادرة من قوى سياسية، وإن الاحتفال ده هيتم تحت رعاية الأزهر، والأزهر قابل هذه الرعاية علشان الاحتفال ب 25 يناير، في حين إن طبعا نفس اليوم اللي هو 25 يناير برضو 2012 بيتم تداوله من قبل الصحف أخرى أو اتجاهات أخرى إن ده في دعوة للتظاهر وفي دعوه، بل بالعكس طبعا، وكلنا عارفين ان في دعوات كثيره على سواء الفيسبوك او تويتر او غيره
للنزول للشارع وعمل ثورة تانية، وفي اكستريم تاني او يعني نوع من انواع التطرف الاخر، وهو حتى دعوة البعض الى الهجوم على بعض المؤسسات الحيوية للدولة في هذا اليوم لاسقاط المجلس العسكري. طبعا دي كلها اطياف موجودة في الدعوات للاحتفال بيوم 25 يناير او اللي هو الاحتفال او إعادة الثورة أو إسقاط المجلس العسكري. نعم. طبعا هذا التراوح برضو زي ما قلنا تاني هو بيعكس اتجاهات كتيرة موجودة في داخل المجتمع المصري. نعم. إذا قلنا مين القوة اللي بتدعو إلى الاحتفال، فهي غالبا القوة التي يعني ضمنت لنفسها جزء كبير من الكيكة بتاعة السلطة أو بتاعة مجلس الشعب، اللي هي شايفة ان في داعي طبعا للاحتفال مع طبعا حفظا لماء الوجه، ان احنا في مطالب استمرار الثورة وتسليم السلطة في الوقت المناسب اللي هو مش ابريل ولا حاجة زي ما بقيت الجهات بتقول، لأ في اخر يونيو، في حين ان الجهات الاخرى اللي هي بتطالب بالعودة للتظاهر الى الشارع، هتلاقي لما هتقرأ الاسماء ومين الشخصيات اللي وراها او مين الحركات والائتلافات والتيارات، هي التيارات التي لم تحظى ب يعني الوصول الى مجلس الشعب. نتمنى ان يوم 25 يناير يجي وكلنا نحتفل في هدوء، ويعني بهدوء، انه ما يبقاش فيه عصبيه في 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 اي اتجاه او في اي مطالب. اتمنى ذلك، ويبقى ونفضل ثورتنا 25 يناير تفضل سلميه طول الوقت، من الناحيتين سلميه من الجانبين، طول الوقت ما ينفعش تبقى سلميه من جانب واحد. ويوم الاحد اللي فات انا كنت هنا على الهوا وكنت بقول انه لازم ان احنا من دلوقتي من يومنا لغاية يوم 25 نحاول طول الوقت نقول في الإعلام وفي كل الجهات إن إحنا يا جماعة أي حد هيقرب للأماكن الحيوية بتاعة بلدنا أرجو إن هو يكون عامل حسابه إن هو هيتضرب بالنار. وده اللي حصل دلوقتي في تصريحات كتيرة طبعاً. جدا، تصريحات عمالة تطلع من امبارح والأول، وهو إنه وزير الداخلية عمال يأكد صحيح. إنه يا جماعة أي حد هيرفع سلاح أو هيقدم هيقوم بأي عمل فيه تخريب للبلد وتخريب لمنشآت البلد لحيوية البلد وكيان الدولة، ده هيواجه بشكل أنا معاك شكل حاد ومع جدا، ومع كل التصريحات المؤكدة على التعامل بحسم مش بعنف مع أي حد بيهدد كيان الدولة. ولكن يعني هو طبعا الموضوع متفرع، التعامل بحسم وليس بعنف من 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 الجانب الآخر كمان. سريعا، الشروق صفحة أولى، رؤساء الدولة والبرلمان والحكومة على أجندة الإخوان. سريعا ده خبر مهم جدا، يعني هو للاسف سريعا بس هو ده الاساس، يعني ان زي ما كنا بنقول ان الفرح شغال في حته بس المدعوين راحوا مكان اخر تماما. الاخوان المسلمين اللي هو الذراع السياسي حزب الحريه والعداله ضمن اغلبيه كبيره جدا في داخل البرلمان، وشغال زي ما بيقولوا بالانجليزي بزنس از يوجوال، شغال يعني الدنيا ماشيه، تحديد مين ممكن يكون مرشح لرئاسه الجمهوريه، الدستور اللجنه مين صياغه الدستور هتم اختيارها طبعا من قبل مجلس الشعب اللي بتسيطر عليه غالبيه من حزب الحريه والعداله. الحكومه طبعا هم شايفين ان من المنطقي ان يبقى رئيس الحكومه هو رئيس حزب الغالبيه اللي هي حزب التابع للاخوان المسلمين، فده هم شغالين في السياق اللي هو الشرعي الديمقراطي اللي هو حسب ما اختار الشعب سواء كنا مع او ضد هذا الاختيار. في حين ان في قوة كثيرة جدا، ده اللي أنا كنت بعيبه الحقيقة على القوة الثورية والليبرالية وحتى الأحزاب اللي هي بتفصل بين السياسة والدين، شغالين برضو في خناقات وفي تنظيم وقفات واحتجاجات. طبعا الاحتجاج شيء شرعي جدا ومقبول، ولكن الأرض الواقع بتقول إن في برلمان يوم 23 يناير وإن الناس شغالة في سكتها عادي جدا. تمام. آخر خبر معانا سريعا، المصري اليوم صفحة أولى، الحكومة تقرر تسوية القضايا ضد المستثمرين العرب و500 مليون جنيه دعم شراء القطن. أخبار يعني دي يعني ده تامن خبر، مع ان المفروض ان احنا نهتم بيه ويبقى اول خبر. انا في الاول كنت عايزه اقول لك ان في الثمان اخبار دول الخبر الوحيد اللي يعني مصر حقيقه، يعني اللي ابتدى المواطن المصري ممكن يحس بيه هو ثامن خبر، ان احنا نهتم باقتصادنا ونهتم بيه. هو مش اي اهتمام كمان، ده مهم جدا، قضيه عالقه اللي هي المستثمرين العرب وحكايه اللي ضخوا فلوس وفي الاخر بيقولوا لهم يعني انتم مشاريعكم غلط. بس هو طبعا علشان كانت البدايه غلط، كان في فساد مستشفي. اهم حاجه ان اللجنه هيتم في يبقى في لجنه لتسويه هذه النزاعات دون اللجوء الى التحكيم الدولي، هو كان بيفقدنا حقوق كثيره جدا. استاذ امينه خيري، الصحفيه في جريده الحياه اللندنيه، شكرا جزيلا لحضرتك. انا بشكرك على مشاهدينا، نهارك سعيد. فاصل وراجعين نكمل فقراتنا المتنوعه.